مانشيت أحمر مع نوار عاصم. أحييكم مشاهدينا في حلقة جديدة نبدأها بأبرز المانشيتات. تواصل التظاهرات في بغداد ومحافظات جنوبية، ومتظاهرون يرفضون أي حكومة برعاية الأحزاب والكتل، ويؤكدون الاستمرار باحتجاجاتهم في اعتصام مفتوح. سائرون والفتح يتحركان لسحب الثقة عن الحكومة، وبديل عبد المهدي يعيد سيناريو الخلافات إلى الواجهة، والصدر يحذر من مشهد سوريا واليمن في العراق. ممثلة الأمم المتحدة جينين هينس بلاسخار تزور ساحة التحرير وسط بغداد، وتدعو إلى حوار وطني بين الحكومة والمحتجين لتحديد استجابات فورية وفعالة للخروج من حلقة العنف. المرشد الإيراني علي خامنئي يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج التظاهرات في العراق ولبنان، ومراقبون يحذرون من إيحاءات إيرانية لفض الاحتجاجات. وتقرير دولي يقول أن استقالة الحكومة العراقية ستشكل نقطة تحول عند المتظاهرين، لكنها ستكون استراحة ولن تنهي الاحتجاجات. بينما تصدح حناجر المتظاهرين ضد الطبقة السياسية الحالية، تحاول الأحزاب والكتل مجددا الالتفاف على مطالب المتظاهرين، ولم تخش حتى الآن الإرادة الشعبية. حشود تتصاعد أعدادها في ساحات الاحتجاج، يقابلها إصرار سياسي على التمسك بمغانم السلطة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير ولنعود لنفتح النقاش. بينما تتسع حدة المظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية، تتخبط القرارات السياسية حيال احتواء المطالب الشعبية التي تنادي بتغيير النظام برمته وترفض تدوير الوجوه. فمشكلة العراق ليست بالشخوص، وإنما بالنهج الذي تخطه الأحزاب والكتل السياسية بحسب ما يقوله متظاهرون. على مدى الليلتين الماضيتين كسر آلاف العراقيين حظر التجوال الذي تحاول السلطات الأمنية فرضه، وذلك عبر احتشادهم في ساحة التحرير وسط بغداد وفي مدن جنوبية عدة، وهم يراقبون المناورات السياسية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم لن يقبلوا بأقل من رحيل جميع المسؤولين. مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينس بلاسخار وصلت إلى ساحة التحرير وسط بغداد، حيث مركز الاحتجاجات الواسعة، والتقت مجموعة من المتظاهرين للاستماع إلى مطالبهم في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة الحاجة إلى إجراء حوار وطني في العراق. وأصيب العشرات من المتظاهرين فجر الأربعاء جراء استخدام الغازات المسيلة للدموع في محاولة لفض الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. نفتح ملفنا للنقاش مع السيد وائل عبد اللطيف السياسي العراقي. سيد وائل، أهلا بك معنا. على كثر ما يعني حزننا في البداية لسقوط شهداء في هذه الاحتجاجات، ولكن اليوم أصبحنا نستمتع بالصور الجميلة التي تخرج عن هذه التظاهرات، صور اللحمة الوطنية. ولكن هذا الاستمتاع على ما يبدو فقط لدى المواطن العراقي، فقد عاد الساسة اليوم لينشغلوا بمناورات سياسية للالتفاف على مطالب المتظاهرين في وسط مجابهة حقيقية ورفض جماهيري. كيف إذن سيبدو الوضع؟ شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد نحن وإياكم نتمنى أن لا يصاب أي شاب بأذى أو شابة، وأي صوت يصدح ويطالب بالحقوق وهي مطالب دستورية نتمنى أن لا يصيبه أي أذى، لا مي حار كما فعلوا مع أصحاب الشهادات العليا، ولا غازات مسيلة للدموع تنطلق من هنا وهناك، ولا قناصة يركبون الجدران ويوجهون بنادقهم باتجاه أبناء شعبهم. هاي كلها مظاهر غير مقبولة ومرفوضة جدا، وتقع تحت طائلة العقاب، ونتمنى أن يقدم كل هؤلاء القناصة إلى العقاب. القوى السياسية اللي ما صار سنة تقريبا اختلفوا على رئاسة مجلس الوزراء،
أنا أعتقد من الصعب جدا أن يجدون بديل يحظى بقبول كل القوى السياسية. يعني الأخوان يفكرون بس جابين يعني الفتح وسائرون، وما يعلمون أن عندهم شركاء بالعملية السياسية. الكرد شركاء، الأخوان العرب السنة شركاء، التركمان شركاء، عرب شيعة وياكم أيضا شركاء، أيضا أنتم بعدينهم على المشهد السياسي. فبالتالي هاي الشراكات ما كلها تنظر نظرة واحدة، أكو اختلاف. على حد معلوماتي أنه اليوم الأخ مسعود البرزاني يمكن سحب وزراء وسحب البرلمان، لأنه يقول ده يشتغلون ببحدهم وما كان إحنا شركاء معاهم. هذا موقف جديد ربما اليوم، لكنه لم يظهر إلى العلن. والآخرين أيضا ما عندهم قناعة بأن ولادة جديدة سلسة معبرة عن طموحات الجماهير سوف تلد في الوقت اللاحق. ولكن سيد وائل، يعني لماذا فقط السيد الصدر والسيد هادي العامري هما من يختارا البديل؟ ماذا عن بقية الشعب الذي ذهب إلى الانتخابات، شارك فيها واختار، وحتى إذا كان بنسب قليلة وتم التشكيك بها مؤخرا؟ ماذا عن من تظاهر في الشارع ولديه مطالب؟ ماذا عن بقية الكتل السياسية التي تحسب على المعارضة؟ لماذا فقط هاتان الطرفان أو هذان الطرفان اليوم يختاران رئيس الوزراء البديل؟ لابد أن نعود إلى أحكام الدستور، وإذا نغادر الدستور فعلا سوف نذهب إلى المجهول. أحكام المادة 76 تنص على أن رئيس الجمهورية يسمي مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا. المشكلة في هذه الكتلة أنها لم تتشكل، يعني بين سائرون وبين الفتح لم تتشكل الكتلة النيابية الأكثر عددا، وإنما صار اتفاق بين الزعيمين فقط، ما عرفنا عددهم شقد، اسمها بعد التشكيل شقد، شنو اسمها، وين سجلت، هذا كله ما كان موجود. فهي الكتلة النيابية الأكثر عددا التي سمت رئيس مجلس الوزراء هي التي سوف قطعا تسمي رئيس وزراء العراق القادم، إذا ما قدم عادل عبد المهدي الاستقالة أو الإقالة أو سحب الثقة الذي يجري في البرلمان. ما نعرف المشهد السياسي القادم البرلماني شنو هو، لكن هذولا بعد أن يسمون راح يتشاورون مع الشركاء حول الشخصية البديلة. يعني لابد أن تمر على كل الشركاء في العملية السياسية أن المرشح القادم لرئاسة الوزراء هو هذا الشخص، وبالتالي يقترن بموافقة الكل ويجري التصويت عليه في مجلس النواب. ولكن سيد وائل، يعني رفض جماهيري كبير من قبل المحتجين المنتفضين اليوم، لا يريدون أحدا من الطبقة السياسية الحالية أن يكون وصي على ما سيحدث في المستقبل، لأنهم لا يملكون ثقة بهذه الطبقة ولا يريدون إعادة تدويرها بأي شكل من الأشكال. فكيف إذا سيكون هنالك يعني تظاهر؟ هل يعني سيستمرون بالاعتصام؟ يعني وهم محقين فيما يذهبون إليه حقيقة. يعني كل الطلبات، كل الرغبات، كل المشاكل ده تترحل مثل كرة الثلج صارت بحيث انفجرت بهذا التاريخ. يعني هم ليش ما أخذوا عبرة من أيام داعش وما سبب من كوارث وبدت المظاهرات 2014 2015 2016 2017 2018 2019؟ يعني هذه كلها ما قاعد تنطيكم تجربة يا عباد الله. هذه الأصوات كلها عبر هاي وسائل التواصل الاجتماعي، ألم تستلموا هذه الرسائل من جيل لا يعترف بكم ولم يعش وقت، عاش بس وقتكم، ما عاش وقت صدام، ما عاش وقت الحصار، ما عاش وقت غزو الكويت، ما عاش الحصار. هذا جيل مبرمج حر طليق، فبالتالي يجب أن تتعاطون معه بشكل آخر، مو بالشكل اللي تتعاطونه مع الناس أو الطبقة السابقة القديمة. لهذا أقول هذا الشعب الظاهر لست سبع سنوات وجرى له ما جرى من داعش، وما هاي أضرار المنطقة الغربية لا تزال ماثلة إلى اليوم.
شنو العلاج إلها؟ شنو اللي عالجتوا بيها؟ شنو اللي سويتوا بيها؟ ماكو شيء. لهذا كرة الثلج تراكمت، المشاكل تراكمت، الحلول أعادت قليلة ضعيفة، وكل الحلول التي صدرت مع احترامنا إلى مجلس النواب هي لا تمثل الرأي القانوني. الرأي القانوني أن كل القوانين التي استندتم إليها في إصدار قرارات يجب أن تعدل، يعني يجب أن يعدل قانون مؤسسة السجناء، يجب أن يعدل قانون التقاعد، يجب أن يعدل قانون قوانين الرواتب التي لم تصدر بقانون. سوينا لها قوانين 26 27 28 لكي نعرض ونعلن بالوقائع كم يتقاضى رئيس الجمهورية، وكم يتقاضى رئيس الوزراء، وكم يتقاضى الوزير، وكم يتقاضى عضو البرلمان. هاي شفافية عالمية يعمل بها العراق من سنين طويلة. نعم. انتم ليش مبتعدين عنها؟ انتم ليش يعني تحصون رواتبكم باوامر ديوانية؟ طيب سيد وائل، ولكن اليوم وكأن التصنيط ان المشكلة في العراق مشكلة شخوص حتى يتم الحديث عن بديل، وليست مشكلة نظام وطريقة إدارة هذا النظام. لا، الموضوع أيضا يرتبط بالنظام. أنا أقول لك النظام الآن، وحتى على لسان القوى السياسية الحالية، هناك أجهزة قوى سياسية تريد نظام رئاسي، هناك قوى سياسية تريد النظام النيابي البرلماني. هذا موضوع الآن مختلف عليه، وهو خلاف كبير جدا في الأدلجة وفي الدستور لازم ينظم، لأن هذا النظام السياسي يرد في المادة واحدة من الدستور أن نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق. هذا لازم يبدل، يتبدل إلى نظام رئاسي ومع البرلمان، ورئيس الجمهورية راح يأخذ الصلاحيات الواسعة. هذا عليها فرد إشكال كبير. عندما جلسنا إلى كتابة الدستور، الإخوان العرب السنة اعترضوا، الإخوان الكرد اعترضوا، قالوا لأنه بصراحة رئيس الجمهورية راح يكون من الشيعة، لأن أنتم الأغلبية راح تنتخبونه، لأنه هو منتخب وهو الذي يكلف رئيس مجلس الوزراء، فقطعا راح يكلف لشيعي. رئيس الوزراء هو الذي يشكل الوزارة على اعتبار أنه بعد حر، هو هذا رئيس وزراء، مو مثل الآن مقيد بالكتلتين. ورئيس مجلس الوزراء هو الذي يعرض الوزارة أمام رئيس الجمهورية كما هو الحال في النظام الأمريكي، وبالتالي رئيس الجمهورية في أمريكا قوي جدا، القطاعات العسكرية كلها، حالة الحرب عنده بالرغم من وجود البرلمان والكونغرس وما إلى ذلك. هذا الخلاف كبير، القوى السياسية تريد شيء والجماهير تطالب بشيء آخر. وجدوا أن النظام النيابي البرلماني ما يقدر يستمر مع الشعب العراقي، لأنه منو المسؤول هسه عن البلد؟ الآن احنا هسه منو المسؤول عن البلد؟ رئيس الجمهورية يقولوا له أنت دورك بروتوكولي، رئيس مجلس النواب يقولوا له أنت ما تشتغل إلا تجيك التشريعات من مجلس النواب، من مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء مقيد بالضغوط كما ترين ومحاصر الرجل، وما أعرف أنا كيف راح يخرجون. إذن بهذه الطريقة نحن بحاجة إلى تعديلات جوهرية جدا إذا ما ذهبنا في تعديلات الدستور. طيب، وصفت الوضع اليوم بأنه كرة ثلج تم يعني تدحرجت بوصفك للمشاكل التي حصلت، وصلت إلى ما وصلت إليه، ولم تتعامل الحكومة بالشكل بما هو مطلوب مع ما يحصل. ما الذي سيذيب هذه الكرة ويعيد الاستقرار إلى البلاد، أو حتى دعنا نقولها صراحة ليعيد الحياة الطبيعية بعيدا عن العصيان الموجود، بعيدا عن الاحتجاجات، تعود المياه إلى مجاريها في البلاد؟ يعني نتكلم احنا دائما من 2003 إلى الآن بس بالجانب السياسي. أنا ما أعرف احنا ليش مغيبين الجانب الاقتصادي، احنا ليش مغيبين للاستثمار الذي يعتبر اهم من النفط؟ ليش نجافي الزراعه؟ ليش نجافي الصناعه؟ ليش نجافي التجاره؟ ليش ما تنشا معامل بهذا البلد؟ ومعروفه طبعا، معروفه الحكايه، معروفه من اولها الى اخره. ليش ماكو زراعه وبلدنا 60 الى 70% مزارعين، فلاحين، مزارعين؟ سيد وائل، لانه لا يوجد تخطيط، لا يوجد رؤى.
رؤى إذا كانت بالقطاع الصناعي أو الزراعي أو حتى التجاري؟ نعم، يعني عشنا في ظل المناكفات من 2003 إلى الآن والاختلافات والمجاذبات السياسية، وكأننا بلد ما عندنا اقتصاد، عندنا فقط عمل سياسي. وبالتالي لما غادرنا الاقتصاد، لما غادرنا القطاعات الأساسية في البلد، ما صار عندنا اهتمام بالاستثمار، ما صار عندنا اهتمام بالسياحة، ما صار عندنا اهتمام بالصناعة. وصلنا إلى هذه المرحلة، دوائر الدولة أكملت كل الموظفين اللي عندها وعادت بها فائض ببطالة مقنعة، واليوم البرلمان يريد يوصل درجة التقاعد إلى 50 أو 45. تعرفين حضرتك أنه تراكم الخبرة إيش ما يتطور مع الإنسان، تتطور تراكم الخبرة عنده. فإحنا إذا هذول الناس كلهم نطلع خبرة البلد، تجي ناس بعدها استوها تريد تتعلم من هؤلاء كيف يجري العمل في دوائر الدولة، في القطاع الزراعي، في الصناعي، في الاستثماري، في الأمور الأخرى. وبالتالي هذا كله نتيجة من نتائج الابتعاد على الاقتصاد وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية في البلد. بل أننا إلى اليوم لا نعلم هل إحنا رايحين باتجاه رأسمالية الدولة، باتجاه الاقتصاد الاشتراكي، باتجاه فقط دولة ريعية نبيع النفط ونوزع رواتب وبعض المشاريع وما يفيض عليه مشاريع. مو هالشكل الدولة، ما راح تمشي الدولة بهذا الشكل اطلاقا، ما راح تمشي. هذه نفس المعاناة سيد وائل منذ بداية تشكيل هذا النظام ولغاية اليوم، يعني ما بعد 2003 لليوم لا توجد هنالك رؤية اقتصادية حقيقية يتم تطبيقها، هنالك رؤية مستقبلية ايضا اذا كانت بفترة زمنية محددة او حتى مفتوحة وطويلة الامد. اذا في ظل ما تحدثت به وما طرحته اليوم وفي ظل معطيات الشارع، هل نحن أمام اعتصام مفتوح حتى ما بعد الحديث عن بديل للسيد عادل عبد المهدي بانتظار ربما تصحيح مسار نعم فعلي وحقيقي يعني إذا كان اقتصادي أو حتى سياسي؟ نعم، أنا أرى المشهد هكذا، لأنه تطلعات الجماهير المنتفضة يختلف عن تطلعات السياسيين، وبالتالي ما راح يصير نوع من الانسجام في الطروحات اللي يطرحها الشارع عن طروحات السياسيين، وما راح يقتنعون بكل الحلول اللي قاعد تطلقها الحكومة. هذول وين يتكلمون وذول وين رايحين؟ وبالتالي يعني ما أعتقد أكو أفق قصير لإنهاء هذه الحالة في هذا البلد. نعم سيد وائل عبد اللطيف السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك. من سيخلف الحكومة الحالية؟ سؤال ذو حدين يراد به تحقيق مطلبين، فالمتظاهرون يبحثون عن حكومة خالية من الأحزاب والكتل التي قادت المشهد منذ عام 2003، بينما يتحرك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري لاختيار البديل وفق التوافقات السياسية. التقرير الآتي يسلط الضوء على ما يحصل، ولنا عودة لنفتح النقاش. يزداد المشهد السياسي العراقي تعقيدا في ظل المظاهرات التي تقف على أبواب المنطقة الخضراء، حيث وضع مشهد الاحتجاجات الكتل السياسية والأحزاب على قائمة الرحيل في وقت يتحرك فيه زعيما تحالفي سائرون مقتدى الصدر والفتح هادي العامري للبحث عن البديل الذي يخلف حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. استجابة سريعة من العامري لطلب الصدر على سحب الثقة من حكومة عبد المهدي، الذي رد بالتعاون نظرا لما تقتضيه مصلحة الشعب العراقي الذي يواصل احتجاجاته منذ 25 من تشرين الأول أكتوبر الجاري. طلب الصدر جاء عقب دعوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، لكن الأخير رفض وقدم له طريقا مختصرا يتمثل بالاتفاق مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري لاختيار البديل، وعندها يستطيع تقديم استقالته لتتسلم الحكومة الجديدة مهامها. وحث الصدر شريكه السياسي هادي العامري على التحرك لتجنب تحويل العراق إلى سوريا أو اليمن، الدولتين اللتين تحولت فيهما الاحتجاجات ضد السلطة إلى حرب أهلية. في المقابل
رفض المتظاهرون تشكيل أي حكومة برعاية الصدر والعامري على شاكلة حكومة عبد المهدي، كونها ستولد الأزمات مجددا إثر تشكيلها من رحم الأحزاب والكتل مرة أخرى، وأن مطالب الشارع العراقي واضحة وهي تعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي. إذن نناقش هذا الملف مع الدكتور أحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي. دكتور أحسان أهلا بك معنا، هل تملك الإجابة عن أو رؤية ربما مبدئية عن من سيخلف الحكومة الحالية؟ شكرا على استضافة، تحياتي لك سيدتي ومشاهدي قناتكم الكرام. يعني فيما يبدو بأن الموضوع إلى حد اللحظة لم يحزم سيدتي، خصوصا إذا ما علمنا بأن طبيعة الرسائل المتبادلة ما بين الأطراف التي دعمت السيد عبد المهدي تعطي مؤشرا بأنه لا يوجد أولا اتفاق على موضوعة الاستقالة بشكل نهائي أو إقالة السيد عبد المهدي، هذا أولا. والأمر الآخر فيما يبدو بأن الموضوع متعسر في قضية من هو البديل، هل سيكون من ذات الكتلتين السائرون والفتح، خصوصا وأن هناك رأي آخر للشارع العراقي. لذلك تصور بأنه لا يزال موضوع في دائرة تبادل الآراء أكثر ما هو قضية التخاصم. نعم يعني دكتور أحسان، هنالك إمكانية للتراجع عن الحديث بالاستقالة والإقالة؟ يعني فيما يبدو بأن السيد عبد المهدي إلى حد هذه اللحظة لا يمضي مع موضوعة الاستقالة إلا باشتراط واحد، هو أن يكون هناك اتفاق ما بين السيد مقتدى الصدر وما بين السيد العامري، وإلى حد هذه اللحظة لا يوجد مثل هكذا اتفاق، يعني خصوصا ما بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر الأخيرة قال لن أتحالف معكم، وهي رسالة واضحة. إذن نحن أمام مشهد جديد، مشهد معقد، أمام أزمة سياسية، هناك شارع محتقن وملتهب وانتفاضة شعبية، لكن مقابل ذلك كان يعني دكتور أحسان كيف نفهم الحديث عن عدم التحالف مستقبلا؟ يعني من أتى بهذه الحكومة؟ ألم يكن السائرون والفتح؟ ألم يكن السيد الصدر والسيد العامري؟ يعني لماذا اليوم يبدأ التخلي مبكرا أو حتى ليس مبكرا، متأخرا ما بعد الاحتجاجات بهذه الطريقة؟ لماذا نترك سفينة الفشل الحكومي ونهرب منها وكأننا لم نشارك بها؟ سيدتي ما قبل ذلك، يعني ما قبل الاحتجاجات، الكتلة السائرون يبدو أنها تراجعت خطوة إلى الخلف، خصوصا وأن قضية المهلة التي أعطيت يعني منذ تشكيل الحكومة أشرت بما لا يقبل الشك. وتحدثنا سابقا بأننا قد نكون أمام مشهد جديد في قضية التحالفات الدالة، والمتغير والمنعطف هو قضية التظاهرات. الشعب العراقي ما بعد سنة بالتحديد صدم بأنه لا يوجد ذلك الاختلاف الكبير، يعني على مستوى الوعود التي أطلقت، على مستوى البرامج التي يجب أن تنفذ. ومن ثم فيما يبدو بأن السيد مقتدى الصدر وخلفه سائرون يعني يجد من المصلحة السياسية هو أن يمضي باتجاه تغيير المعادلة. هنا أتحدث بأن وهذا يعني المحفز لهذا التوجه هو طبيعة التظاهرات التي خرجت، يعني المطالبة. ولكن دكتور أحسان المقاربة اليوم من قبل السيد الصدر بين ما يحصل في العراق من المطالبة بالحقوق وبين ما حصل في سوريا وحصل أيضا في اليمن، كم هو دقيق هذا التقارب؟ اليوم من خرج في العراق للمطالبة بالحقوق كانت في البداية اقتصادية ومن ثم تحولت سياسية، لأنه لم يلمس حوار واضح وصريح وشفاف من قبل الحكومة معه في وضع حلول أو الاستجابة للمطالب. ولكن ما حصل في سوريا انقلاب على النظام، ما حصل في اليمن بحث آخر، يعني كيف يمكن المقاربة والتخويف إذا كان للشارع أو حتى للطبقة السياسية بهذه الطريقة؟ من وجهة نظر أنه لا يوجد يعني أدنى درجات المقارنة أو حتى المقاربة ما بين الوضع في العراق سيدتي وسوريا وحتى اليمن. نعم هناك خشية من أن تكون
يعني مثلما يدفع أن هناك خشية من أن يكون اقتتال شيعي شيعي قد يمتد إلى بقية المساحات الأخرى السياسية أو غيرها وامتداداتها المكوناتية. لكن أنا أعتقد أنه من الصعوبة المضي بهذا التوجه، يعني على أقل تقدير، خصوصا إذا ما علمنا بأن هذه التظاهرات هي لا يمكن وصفها بعنوان ثانوي بقدر ما أنها تظاهرات تمثل الشعب العراقي، وبالتالي بعيدة عن العناوين التي تستند عليها بعض القوى السياسية. المقاربة التي تطرح الآن من وجهة نظري، سواء على مستوى السيد مقتدى الصدر أو حتى الشارع العراقي، هي إيجاد مساحة جديدة، يعني ورؤية جديدة جدا، رؤية جديدة ومختلفة بشكل كبير عن تلك المعادلة السياسية السابقة التي اعتمدت القوى التقليدية، اعتمدت المحاصصة. وبالتالي نحن أمام هذه المقاربة التي إلى حد ما هي يمكن أن تنقذ العراق، يعني من وجهة نظري، يعني إذا ما كان هناك تخطيط دقيق لعملية الانتقال. أما العودة مرة أخرى إلى ذات المرتكزات، فأنا أتوقع بأن الشارع العراقي لن يقبل مرة أخرى بعودة أطراف سياسية يمكن أن تعيد المعادلة ذاتها، معادلة المحاصصة. طيب، هل يمكن الحديث عن هذه الرؤية المختلفة من خلال دخول ممثلية الأمم المتحدة؟ ويعني بعدما اليوم حضرت السيدة هنست بساحة التحرير، هل يمكن أن نتحدث عن أن هذا الحضور سيفتح بابا للحل بين المتظاهر والحكومة؟ يعني على الرغم من أنها تحدثت يعني في جانبين، الجانب الأول هو الحقوق المشروعة للتظاهرات، وأيضا التأكيد على السلمية وعدم استخدام العنف المفرط، لكن مقابل ذلك هي تحدثت عن إعطاء مهلة إلى الحكومة، وأنه لا يمكن المضي مع قضية إيجاد تغيير جذري في خلال مدة سنة. أتصور بأن هذا الموضوع قد لا يجد ذلك الصدى الكبير جدا، يعني على مستوى الشارع العراقي. الشارع العراقي يبحث عن تغيير، هنا تغيير يعني يختلف كثيرا جدا عن هذا الطرح. مقابل ذلك هناك رؤية أخرى، هناك من يعتقد بأن وجود منظمة الأمم المتحدة في ساحة احتجاجات هي تمثل بوابة لعملية تدويل هذه التظاهرات، خصوصا إذا أخفقت الطبقة السياسية في إيجاد الحلول. فيما يبدو بأن القوى السياسية الآن لا تستطيع أن تنتج حلولا تلبي طموحات الشارع العراقي، ومن ثم تواجد منظمة الأمم المتحدة أنا أتصور أنه قد يفتح الباب إلى عملية تدويل لهذه التظاهرات. طيب دكتور حسان، لماذا نتخوف من عملية التدويل؟ يعني إذا كان لا يوجد هنالك نقطة تلاقي بين المتظاهرين وبين الحكومة، يعني مبنية على عدم الثقة من الطرفين، لماذا لا نذهب إلى الحماية الدولية؟ ما الذي يمنعنا من ذلك؟ وإنشاء انتخابات مبكرة أيضا برعاية دولية. يعني أنا قد أمضي مع فرضية الانتخابات المبكرة برعاية دولية، خصوصا في ظل انهيار الثقة بمؤسسات الدولة جميعها، وقد يكون مؤشر الانتخابات السابقة خير دليل على ما أدفع به. لكن أنا لا أمضي مع قضية التدويل. ممكن أن تكون الأمم المتحدة يعني طرفا ضامنا على مستوى المعادلة القادمة، يعني معادلة الانتخابات المبكرة. أما أن نمضي مثل ما أشرت سيدتي باتجاه الوصاية الدولية، يعني أنا لا أفضل هذا الخيار، يعني أو أن يكون العراق تحت طائلة البند السابع، هذا أمر يعني قد يكلف العراق كثيرا. طيب لذلك دكتور حسان، إذا ما أخذنا بنظرة السيد الصدر في سيدتي سوريا واليمن في هذا الإطار بالتحديد، إطار يعني الرعاية الدولية أو حتى التدخل الدولي وفتح هذا الباب في حل المشكلة العراقية الداخلية، ما المانع إذا كان هنالك ممثل أممي بين الطرفين كما يحصل في اليمن، كما حصل في سوريا، كما حصل في ليبيا وغيرها؟ النظام السياسي سيدتي، النظام السياسي في العراق يختلف، يعني في سوريا هناك نظام يعني الحزب الأوحد، في اليمن هناك ظروف مختلفة، في العراق هناك أدوات لعملية التغيير، وهذا هو المهم، يختلف. لذلك الآن
اللحظة التاريخية هي في عهدة هذه القوى السياسية، هل ستمضي مع الحفاظ على العراق وما تحقق للعراق برغم الإشكاليات التي نعتقدها في هذا النظام، في الدستور، في طبيعة أداء هذه القوى السياسية؟ لذلك اللحظة التاريخية الآن هي بيد هذه القوى السياسية سيدتي، هل تملك القرار من أن لا تدول القضية؟ بالتالي هو الأمر رهن هذه القوى السياسية عليها أن لا تمضي مع خيار التدويل، وبالتالي تضع حلولا مطابقة لما يطلبه الشارع يعني العراقي. دكتور حسن، يعني وكأنك تلمح بأن الداخل العراقي اليوم هو أصلا منقسم في التأييد، ليس للداخل ولكن يعني الدول الإقليمية المحيطة بالعراق. إذن هذا هو السبب اليوم لعدم وصولنا إلى ربما حتى تدخل أممي، لأننا نخاف من ردة الفعل الداخلية. بما لا يقبل الشك، يعني الانقسام هنا سياسيا، لكن لا يمكن أن أمضي على أقل تقدير يعني باتجاه يعني وضع صورة لذلك الانقسام في الأعوام التي مضت على مستوى السنوات الماضية، يعني تحدث ما قبل عقد من الآن أو أكثر من ذلك. الانقسام السياسي حاد جدا، هناك من لا يقبل بعملية التدويل، هناك من يقبل، وهذا بالتالي يولد أزمات كبيرة جدا، ومن ثم قد ينسحب بما لا يقبل الشك، قد ينسحب على مستوى رؤية هذه المكونات. الشعب العراقي يبحث عن حلول عراقية خالصة، يعني سواء على مستوى ما طرح من ساحات التظاهر أو حتى ما يمكن أن تتجه هذه الطبقة السياسية، مع العلم بأنني أمضي بأن هذه الطبقة السياسية قد ليس لديها القدرة على إنتاج حلول جديدة. إلى حد هذه اللحظة لا يمكن أن نرى حلول يعني قريبة جدا من مطالب المتظاهرين. طيب دكتور حسن، الحل الذي يتم الحديث عنه في الساعات الأخيرة هي استقالة السيد عادل عبد المهدي. طيب هذه الاستقالة كم ستؤثر على هذه الاحتجاجات، على هذه الاعتصابات؟ هل ستعيد الأوضاع إلى نصابها، إلى ما كانت عليه؟ هل هي المشكلة اليوم بسيد عادل عبد المهدي بطريقة إدارته إذا كانت للأزمة للاحتجاجات أو حتى لقبلها في أدائه الحكومي؟ الاحتجاجات هي الآن، هذه الحركة الاحتجاجية تبحث عن أول بادرة ثقة من قبل الطبقة السياسية، ولذلك تجد هذه الاحتجاجات بأن استقالة السيد عادل عبد المهدي تحقيق لمنجز وبناء ثقة ما بين المحتجين من جهة وما بين القوى السياسية الفاعلة من جهة أخرى. لكن أقول بأن القضية هي لا ترتبط فقط بإقالة الحكومة، وإنما إيجاد رؤية جديدة، يعني لابد أن تكون هناك رؤية ومنهج جديد في إدارة الدولة العراقية. يعني تغيير الحكومة مع عودة المحاصصة واستشراء الفساد وعدم وجود تنمية اقتصادية، أتصور بأنه سيعيد مرة أخرى ساحات التظاهر إلى الاعتصام وإلى التمرد. لذلك القضية أنه لابد للطبقة السياسية أن تقدم منهجا جديدا، يعني ما بعد إيجاد معادلة سياسية، يعني لابد أن يكون هناك مشروع متكامل للدولة وبناء الدولة، وأيضا فيما يرتبط بتقديم جيل سياسي جديد. يعني لابد أن يكون هناك إيمان لهذه الطبقة التقليدية بأن تقدم جيلا سياسيا، وتؤمن بأن هناك دورة للحياة السياسية، وهناك أيضا مساحة لبعض الأطراف والجهات السياسية والنخبة بأن تتصدر المشهد وتقدم الحلول وتعمل على تطبيق هذه الرؤية السياسية. إذا ما توفرت فأنا أعتقد أنه سيكون هناك عراق مختلف، وأيضا سنكون أمام تلاحم ما بين الشعب العراقي من جهة والنظام السياسي الجديد بشكل أكثر اطمئنان. الكل يترقب ذلك. دكتور حسن الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، شكرا جزيلا لك. بينما يتصاعد الرفض الشعبي للنفوذ الإيراني في العراق ولبنان، يوصي المرشد الإيراني علي خامنئي بمعالجة أعمال الشغب وانعدام الأمن الذي ألقى
مسبباته في ساحة القوى الغربية في الوقت الذي يعترف فيه بأن مطالب المتظاهرين في بغداد وبيروت حق، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر والهيكليات القانونية. نتابع هذه التفاصيل. أول موقف إيراني يسجله المرشد الإيراني علي خامنئي ضد المظاهرات الشعبية في العراق ولبنان في محاولة للحفاظ على نفوذ بلاده، الذي يرفضه المحتجون في هتافاتهم بالضد من التدخلات الإيرانية في قرارات بلدانهم والتحكم بقيادات حكوماتهم عبر الأحزاب والكتل الموالية لطهران. خامنئي أوصى الحريصين على العراق ولبنان بمعالجة أعمال الشغب وانعدام الأمن الذي تسببه في بلادهم أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية على حد قوله، قائلا إن أكبر ضربة يمكن أن يواجهها الأعداء إلى أي بلد أن يسلبوه الأمن، الأمر الذي بدأوه في بعض بلدان المنطقة. المرشد الإيراني اعترف أن مطالب العراقيين واللبنانيين حقه، لكنها يجب أن تتحقق حصرا ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدانهم في تصريح عده مراقبون أنه تدخل سافر في شؤون العراق ولبنان وإيحاءات لفض الاحتجاجات القائمة في بغداد وبيروت. تقرير لمعهد الأزمات الدولية يرى أن استقالة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي سينظر إليها كنقطة تحول من قبل المتظاهرين، وأن ذلك قد يؤدي إلى استراحة للحراك الشعبي ولكن ليس نهايته، إذ أن التظاهر في ساحات الاحتجاج يؤكد وجود العراقيين في وجه مسؤوليهم. التقرير يحذر من أن الذهاب لإجراء انتخابات مبكرة وفق القانون الانتخابي السائد سيأتي بنفس الوجوه الحالية وسيؤدي إلى التحالفات نفسها لإيجاد رئيس للوزراء في برلمان منقسم يتبادل أعضاؤه الاتهامات بالولاء لدول مختلفة. نفتح النقاش في ملفنا مع ضيفي السيد سعيد ياسين موسى، الناشط العراقي الحالي، ولكن هو فيما يعني سبق كان عضو في مجلس مكافحة الفساد. سيد سعيد، في البداية كيف تعلقون كناشطين على ما تحدث به المرشد الأعلى المرشد الإيراني علي خامنئي عندما يقول بأن اليوم هذا التحشيد الكبير إذا كان في ساحات العراق أو حتى ما يحصل في لبنان في ساحاته أيضا هو بدفع إسرائيلي وأمريكي، وأن اليوم إذا كانت لديكم مطالب فيجب أن تلجأوا إلى تطبيقها وتنفيذها وفق القانون؟ تحياتي لك سيدتي الكريمة، ولازلت في مجال مكافحة الفساد. الحقيقة بغض النظر من قال ومن سيقول، هذه التظاهرات العراقية 25/10 كانت نقطة تحول كبيرة في حياة الشعب العراقي، ونقطة تحول كبيرة في إعادة ترتيب منظومة إدارة الحكم. نعم، نحن لدينا ملاحظات كبيرة على الدستور وعلى الممارسة السياسية السلبية للدستور وعلى سوء أداء منظومة إدارة الحكم، وليس فقط الحكومة، إحداها أنتجت الأخرى. الآن بشبابنا أعتقد الموضوع انتهى والقرار انحسم لصالح الشعب العراقي ولصالح العراق. على صانعي القرار، على أصحاب القرار الانصياع الكامل للشعب العراقي. نعم. وأعتقد وهم كذلك يعني سيلبون ما يريده الشعب العراقي. اليوم هو يوم عرس لشبابنا العراقي. أرادوا دمائنا، ودمائنا أصبحت مشاعل تنير درور شبابنا. أرادوا نلعق جراحنا، ومن جراحنا بعث الحياة من جديد من خلال شبابنا. نعم. أرادونا بالتوك توك أن يفسدوا أذواقنا،
لا بالتوك توك انتصرنا، انتصر شبابنا والله. سيد سعيد يعني التوك توك اليوم أصبح رمز هذه الثورة والانتفاضة، لأنه أبلى بلاء أفضل بكثير من الحكومات المتعاقبة التي حكمت البلاد منذ 2003 لليوم بموقف واحد بسيط باستخدام هذه الوسيلة البسيطة. طيب سيد سعيد، بما أنك أكدت على وجودك الجانب السياسي في منصب، يعني إذا ما سمحت لي، في منصب عضو في مجلس مكافحة الفساد للآن، بالتأكيد حضرتك مطلع على الكثير من الملفات. واحد من المطالب لدى المحتجين والمتظاهرين اليوم مكافحة الفساد، تقديم رؤوس الفساد اليوم للقضاء، وهذا ما سمعنا بأنه يعمل عليه مجلس القضاء الأعلى مؤخرا. هناك كتاب صدر أيضا بأن البعض ممن متواجدين داخل قبة البرلمان تم رفع الحصانة وسيتم إلقاء القبض عليهم في حال وجود مذكرات إلقاء قبض. طيب، ما أبرز الملفات التي يجب اليوم مكافحتها فعليا، مصارحة الشعب العراقي بمن يقف وراءها من فاسدين؟ نعم، كان هناك تداخل في الصوت، ولكن أنا فهمت السؤال والاستفسار. الحقيقة ابتدأ من الأخير، رفع الحصانة. هنالك طلب من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة، واستجاب مجلس النواب. أنا أقول رفع الحصانة عن جميع النواب، ليس فقط المطلوبين للقضاء، لأن الحصانة هي للشعب العراقي. أقولها بصراحة وبصوت عالي، هذه نقطة. النقطة الثانية، هنالك تم أول مرة إعلان قبل فترة في 2012 تم إعلان 1001 تنحيتهم، ومن ثم التعامل الإداري معهم وفق القرارات القضائية بحقهم. عندنا 200 اسم آخر، وهنالك 400 ملحق بهم، وفيهم نواب، فيهم محافظين، فيهم متنفذين، وفيهم درجات خاصة. هذا الأمر يمشي وفق السياسات. أنا أقول محاولة ضرب المؤسسات الرقابية هو لعدم لبعض السياسيين المتنفذين اللي لمسوا نار مكافحة الفساد بشكل دقيق وواضح. قد تكون هذه الإجراءات غير معلنة للشعب، ولكن أنا أعرفها جيدا، والمفسدين أيضا عرفوها، ولذلك تتم مضايقة الجهات الرقابية. الآن انتهى الموضوع، محاصصة تم السكوت عنها في الوظائف، انتهى. الوظائف يجب أن تكون للكفاءة والنزاهة والشجاعة في اتخاذ القرار الإداري، بالإضافة إلى تأسيس محكمة لقضايا النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الإجراءات اللاحقة. الفاسدون بدأوا يترنحون، ولذلك ألغوا مكاتب المفتشين، ولذلك يتم التضييق على الجهات الرقابية ومضايقتها في عملها. ولكن سيد سعيد، يجب أن يكون لدى مجلس مكافحة الفساد ملفات واضحة يحتاج أن يقدمها للقضاء. هل لديه هذه الملفات؟ هل يمكن اليوم أن تتحدث صراحة وتقول بأن نعم المجلس لديه هذه الملفات ولكن يتوقف لأسباب، وما هي الأسباب؟ أقول بكل ثقة، نعم هنالك ملفات كبيرة ضمن جدول الأعمال، وتم إحالة جزء منها وجزء آخر يتم التحري عنها في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، ومع الأسف هناك يعني كسروا ضلع مكاتب المفتشين، ولكن مع ذلك المسيرة تستمر من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. هنالك إجراءات إدارية نتيجة لضعف القوانين العراقية وتخلف التشريع بتقوية هذه القوانين، هذه اللي تتباطأ. اليوم هنالك ملف العقارات على طاولة القضاء والادعاء العام، وهذا الملف بدنا نعمل عليه بحدود شهرين، انتهى الآن أمر هذا الملف بيد الادعاء العام وإن شاء الله للقضاء. هنالك سيدتي آلاف العقارات لا
شاغليها لا يدفعون إيجار منذ إشغالها. من سيد سعيد؟ من اليوم يستغل أملاك الدولة؟ من يستغل أملاك الدولة؟ ومن عليه الديون الأكبر للحكومة العراقية؟ بدون ذكر أسماء جميع المتنفذين لا أستثني أحد. ودعيني أكمل هذه العبارة. هنالك أحزاب سياسية تشغل أيضا عقارات للدولة. الجهة الوحيدة اللي صفت أمورها بهذا الباب هو الحزب الشيوعي العراقي. ولست متحازبا، ولكن علينا أن نشجع جميع الأطراف السياسية أن في وتدفع الديون باتجاه لعقارات الدولة. وهنالك سياسيين يشغلون عقارات الدولة بدون عقد. هنالك سياسيين متنفذين يشغلون عقارات الدولة بعقد ولم يدفعوا فلسا واحدا للجهة، لوزارة المالية أو لعقارات الدولة في المنطقة الخضراء. طيب، هذا بالنسبة إلى موضوع استغلال عقارات الدولة. ماذا يوجد هنالك أيضا ملف آخر؟ يعني تمت استكمال كل مقومات هذا الملف لتقديمه اليوم للقضاء. هنالك ملفات مهمة، هنالك إجراءات تساعد أو تؤدي إلى الفساد بجانب الإصلاح الإداري، وهذا طبعا موضوع أخطر من الفساد نفسه لأنه هو ينتج الفساد. هذا الموضوع بجانب المخدرات، في الوظائف الأكثر عرضة للفساد، في مؤسسات الدولة، في تهريب النفط، في المنافذ الحدودية. الإجراءات ماشية على قدم وساق، ولكن الإرباكات السياسية التي نعيشها الآن حقيقة قد تعطل نوعا ما هذه الإجراءات، لأنه الحكومة لا نعرف حقيقة ماذا سيحدث في الأيام القادمة. يفترض كإجراءات إدارية تستمر هذه الجهود من أجل تحسين أداء المؤسسات العامة. لدينا إشكالية كبيرة في وزارة الصحة بخصوص قطاع الأدوية وكيماديا، بخصوص توريد الأدوية، بخصوص ترميم المستشفيات في المناطق المحررة، بخصوص العقود اللي تم رفضها اللي إحداها هي مسألة المصاعد بقيمة 155 مليون دولار، وهناك مصعد سقط لسوء التنفيذ وسوء جودة هذه المصاعد أدى إلى قتل 4 مواطنين، مما حدا بالوزارة بعدم استلام هذا المشروع، والجهة الاستشارية المستقلة أيضا لم يعطي شهادة لهذا الموضوع، شهادة جودة. وكذلك المكتب المفتش العام رفض هذا العقد منذ البداية. حتى تعلمين سيدتي، نحن لا نشرب الماء الصالح للشرب، لأن هنالك فساد في قطاع الماء وبالضبط في إسالة بغداد. ليحدث ما يحدث، أنا أبلغت جهات عديدة بأنني في خطر. ليحدث ما يحدث. نتمنى لك السلامة دائما سيد سعيد ياسين موسى، ناشط العراقي، أيضا عضو في مجلس مكافحة الفساد. شكرا جزيلا لك وشكرا لصراحتك. مشاهدينا، بهذا نأتي على ختام حلقة اليوم، وألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله.